مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم جمهورنا المميز شاهين لحسن بن سعيد بن عبيد الاغفري، دقيقتين 17 ثانيه صاحب الشوط الاول الرئيسي للجعدان. بسم الله على بركه الله وحفظه. ايها الاخوه، هناك ينطلق شوط جديد، شوطنا الثالث خصص للابكار. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع الاخوه المشاركين حقيقه في هذا الانطلاق الجميل. المركز الاول هناك ندى لمحمد بن احمد بن حمدان بن دلموج، ما شاء الله نقلتنا على المركز الثاني، مطفيه تاتي بثاني المراكز للسيد سعيد بن شطيط بن عبيد بن سيف الاكتبي، بينما اللي في المركز الثالث هناك قدناي ما شاء الله لسانه بن حميد الشاعر العليلي صاحب الاسامي، بينما اللي في المركز الثالث ما شاء الله هناك غادير للسيد عيسى بن عبيد، هناك اللي هي غادير نعم لعيسى بن مبارك بن سعيد مرخان، بينما خمس المراكز، المركز الخامس هناك اشواق لعلي بن نمع بن سبت السويدي. هكذا مستمعينا الاعزاء، هكذا كانت النتيجه والوصف التفصيلي ما شاء الله للخمس المراكز. يا سلام يا سلام يا ندى، يا سلام يا ندى يا بن دلموش اللي مسيطر مع ندى، مسيطر مع هذا الاسم ومع هذا المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن. لمحمد بن احمد بن حمدان بن دلموج ما شاء الله من يسيطر على المركز الاول، بينما هنا مطفيه سعيد بن شطيط عبيد الاكتبي ثاني المراكز. المركز الثالث هناك قدناي ما شاء الله سالم حميد الشاعر العليلي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا كان النداء للمراكز، ولكن ندى تلبي نداء محبينها جماهيرها. ومطفي ايها الاخوه حتى هذه اللحظات لها 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 القرار الاخير، ولكن ندى ندى مستمعينا الاعزاء جمهورنا الحبيب، ولا مطفيه ندى ولا مطفيه مطفيه ولا ندى؟ تهانينا والناموس لمحمد بن احمد بن حمدان بن دلموش المركز الثاني، مطفيه لسعيد بن شطيط بن عبيد الشيبي المركز الثالث، سالم حميد الشاعر العليلي، وفي المركز الرابع لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان، وفي المركز الخامس على ما اظن الشبله لمطار محمد بن احمد بن رفيع. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه، دقيقتين 16 ثانيه و52 جزء الثاني. تهانينا والناموس.